السلام عليكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. ملعب المدينة في بغداد مسرح لمواجهة منتخبنا الشبابي أمام نظيره اللبناني اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا. منتخبنا الوطني يخطف تعادلا قاتلا أمام عمان في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب. وفي كأس العرب أيضا السعودية تبحث عن تحقيق بداية جيدة أمام الأردن ومواجهة سهلة على الورق للمنتخب المغربي أمام فلسطين. أنهى منتخبنا الشبابي بكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره اللبناني اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب، ويستضيف استاد المدينة في العاصمة العراقية بغداد المشهد الختامي للبطولة بعد أن اتفق اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع الاتحاد العراقي على نقل المباراة النهائية من البصرة إلى بغداد. البصرة لم تقصر مع شباب العراق، جهزت له خدمة على أكمل وجه. الجماهير فتحت قلبها قبل مدرجات ملعب جذع النخلة، بعدها انطلق الشباب بهمة عالية، باشروا مع منتخب الكويت فاجتازوه بثلاثية نظيفة وبطريقة السهل الممتنع. الأمر تكرر مع البحرين، لكن زادوا تهديفا برباعية دون مقابل. اليمن لم تكن في الحسابات فحاسبتنا على ذلك وانتصرت علينا وسط 58 ألف متفرج، كانوا متفاجئين على ما حدث. عماد محمد عالج الموقف سريعا فلم يعطي مجالا للملاحقين له، فحسم التأهل أمام فلسطين مودعا البصرة مرفوع الرأس ومتوجها إلى بغداد من أجل التتويج بلقب البطولة. زيد غالب، العراقية الرياضية. بعد نجاح التنظيم في البصرة وأربيل، جاء الدور على بغداد في استضافة نهائي بطولة غرب آسيا لتبين إمكانية العراق في استضافة البطولات الخارجية في جميع المدن. لوح السياب بيده فابتسم العشاب، وصفقت عثوق التمر ليحيي النخيل ضيوف شط العرب. هوي نرجس 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 زنار جواري، هوي نرجس نرجس سرغل لي بيني، هوي نرجس نرجس نرجس. وهناك فتحت القلعة أبوابها وانحنى الجبل مرحبا، فقال للأشقاء بخير بين سر تشاو. فكويت الفخر، وبحرين الوفاء، واليمن السعيد، وفلسطين الصمود تربعت على بساط البصريين المترامي الأطراف في المجموعة الأولى التي ضمت المضيف العراق الذي بلغ صدارة المجموعة بعد الفوز بثلاث مباريات وخسارة واحدة مفاجئة. وتسلقت سوريا الإباء، وأردن النشامة، ولبنان الجمال جبال هولير، حيث بلغ المنتخب اللبناني صدارة المجموعة عقب التعادل في مباراة والفوز في اثنتين. وجئنا إلى نصب التحرير فأنشد مرحبا، وتغنت حارات بغداد الحب ليكون الموعد الجديد في مدينة الصبر والفن والفقر والشعراء، عندما يفتح ملعب الحبيبية ذراعيه لاحتضان اللقاء النهائي بين العراق ولبنان في نسخة غرب آسيا. بغداد تكمل عقد النجاح وتجتمع مع البصرة وأربيل لترسل رسالة التعهد بالقدرة على التنظيم وترفع شعار لا داعي للحظر. فهذا النجاح إنما يحتاج لمن يقيم ويثمن ويحرك ضميره للإنصاف
برفع الحظر عن الملاعب العراقية. بالحديث مشاهدينا الكرام عن نهائي بطولة غربي آسيا، انضموا معنا عبر الهاتف الصحفي رائد محمد. مرحبا بك أستاذ رائد، إذا كنت تسمعني. أهلا وسهلا بك عزيزي، تحياتي لقناة الرياضية العراقية ولكم متابعيكم الكرام. أهلا بك أستاذ رائد، اقتربنا من النهائي والمشهد الأخير لبطولة اتحاد غرب آسيا، كيف رأيت الأجواء والتنظيم في البصرة وأربيل؟ طبعا كل الشكر والتقدير للبصرة، أرض الشعب والجمهور، لأنه استطاع أن ينجح البطولة بحضور مميز، وهو كما معروف مثل ما موجود في كل العراق من الشعب العراقي ويتنفس كرة القدم، فلذلك أعتقد أنه في أي مكان شوف مثل هذه التجمعات وهذه البطولات هي عوامل نجاح بها جمهورنا الاول والاخير، لانه احنا حقيقه متعطشين على هذا التنظيم، نريد تنظيم بطولات اكبر واشياء انه منتخب على اراضينا، فاعتقد انه عوامل النجاح متوفره، ومثل ما شفت اني انه كان هناك عرس وليس بطوله. كل الشكر للبصره، كل الشكر لجمهورنا العظيم، كل الشكر للجهات المنظمه، بدءا من اتحاد كره القدم، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، امن الملاعب، كل الشكر لهم يعني حقيقه. طيب استاذ رائد، منتخبنا الوطني يبحث عن تاكيد افضليته في هذه البطوله وحقيته في الحصول على لقب البطوله امام لبنان، كيف ترى حظوظ المنتخب في المباراه النهائيه؟ طبعا على عطف ما شفنا انه هناك شابة موجودة بمنتخب الشباب، استطاع المدرب عماد محمد، مدرب الشاب عماد محمد، ان يقدمهم مع الجهاز الفني المساعد، ان يقدمهم بشكل جيد. اعتقد انه هناك خامات جيده اليوم ان شاء الله اذا فريق بنفس المستوى اللي قدمه في المباريات الاخرى عدا المباراه اللي خسرناها امام الدمن، من الطبيعي ان يكون اللقب لصالح المنتخب العراقي، مع جل احترام المنتخب اللبناني، فريقنا فريق متكامل، مواهبه جميله جدا، يعني بيروح فريق يعني مقبل على الكره العراقيه، وان شاء الله اللقب عراقي، على الرغم من انه انا شخصيا اعتبرها بطوله تاكيد جداره تنظيمية قبل ما تكون بطوله كاس وامور اخرى. اعتقد انه ما حصل في هذه البطوله هو يدحق كل ما يراجع الملاعب العراقيه. عذرا استاذ رائد، اذا كنت تسمعني، ايضا تواجد الجماهير هل سيشكل عامل ايجابي وضغط على منتخب الشباب ايجابيا طبعا من اجل الحصول على اللقب؟ لا، هي وتواجد الجماهير سلاح ذو حد واحد، مو حد البعض يتكلم عن النتيجه. انا اقول انه حضور الجماهير بهذا الكم، والصور اللي شفناها من ملعب الشعب الدولي لاقتناء البطاقات الخاصه بالمباراه، هي تاكد لك بانه شعب يتنفس كره قدم ويعشق كره قدم، وقادر على ان ينظم اكبر البطولات، والحمد لله جمهورنا جمهور ان شاء الله يكون او رقم واحد في هذه البطوله. اعتقد انه مساله تشكيل الضغط على اللاعبين هي مساله نسبيه بالنسبه لاكثر لاعب شاب، يعني كل وصلت الفكرة. كنت معنا الصحفي الرياضي رائد محمد من العاصمة العراقية بغداد، شكرا على كل ما تفضلت به. أكد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد أن اليوث الرافدين جاهزون لنهائي بطولة غرب آسيا أمام لبنان، مشيرا إلى أنهم سيخوضون المباراة بهدف النقاط الثلاث وليس نهائي الكأس.
اكيد طبعا هي احنا مثل ما انا دائما اقول احنا دخلنا البطوله وقررنا من بدايه البطوله انه نلعب كل مباراه على حده، وكل مباراه لها طعم خاص وطابع، لان نتيجه الثلاث مباريات او الاستفاده من المباريات هو العامل الرئيسي بالنسبه لنا لدخول هذه البطوله. فاحنا وصلنا للمباراه النهائيه، هذا مؤشر على انه احنا الفريق خاض المباريات بصوره جيده بغض النظر عن بعض المطبات اللي حصلت، وهي طبيعيه في جميع البطولات. المباراه النهائيه هي مباراه حالها حال جميع المباريات اللي لعبناها، ما راح نعتبرها مباراه كاس بقدر ما انه نعتبر مباراه ثلاث نقاط، وهذه الثلاث نقاط نستفاد من عندها بالاضافه الى انه يكون احتكاك جيد للاعبين من خلال اللعب في اكثر من ملعب وفي اكثر من محافظه، وحتى تنوع الجماهير راح يكون مهم جدا للاعبين. فاحنا الفوائد كبيره اذا كانت على المستوى الفني او على المستوى النفسي لهؤلاء الفتيه، اللي احنا دائما ما نقول انه نريد نعد فريق ونريد نعد الجيل الحقيقي للكره العراقيه بغض النظر عن النتائج. احنا اذا نتيجه ايجابيه فهذا شيء جيد او ممتاز، واذا لا سمح الله نتيجه سلبيه فهي فائده كبيره جدا لهذا الجيل اللي راح يكون نواه حقيقيه للمنتخبات الوطنيه. يعني جميع المحافظات العراقيه هي العراق، فاذا كانت في بغداد او البصره او كربلاء او النجف او الكوت، اي ميسان، اي ملعب متواجد في العراق، اربيل، زاخو، فهاي كلها هي محافظات عراقيه. عبرت الجماهير الرياضية عن سعادتها بمستوى منتخبنا الشبابي في بطولة غرب آسيا للشباب، مطالبين بضرورة الاهتمام بالفئات العمرية. بالنسبة للمنتخب الوطني للشباب، خامات جيدة ومواهب ممتازة، وإن شاء الله الغاية احنا من المنتخب إن شاء الله يعني لاعبين يرفدون المنتخب الوطني إن شاء الله، وإن شاء الله قد المسؤولية هم، وكادر فني ممتاز، يعني كادر بقيادة عماد محمد ممتاز جدا الكادر، وان شاء الله بالتوفيق بالاستحقاقات القادمه ان شاء الله. حقيقه ليس ببعيد عن الايجابيات المتحققه من خلال نتائج المنتخب الشبابي ووصوله للنهائي، وبالقرب من الايجابيات الخمسه المهمه في هذه المرحله. اول هذه الايجابيات اننا لاول مره امام فئه شبابيه بعيده عن التزوير في من الناحيه العمريه، ثانيا للمره الاولى الفئات العمريه تستقبل وتستقطب لاعبين مغتربين، ثالثا جاءت هذه النتائج بعد ركام من النتائج اللي حققها المنتخب الوطني الاول في التصفيات الخاصه بكاس العالم، رابع هذه الامور وهي مهمه جدا الاستقطاب الجماهيري الذي حظيت به هذه البطوله في محافظه البصره، اعطانا صوره مؤطره باطار جميل اننا قادرين على استضافه كل تصفيات كاس العالم. ومبروك تاهل منتخبنا الشبابي لنهائي بطوله غرب اسيا، ويا الله ان شاء الله نتمنى الخير من اللاعبين، واعتقد جيل هذا قادم انه ان شاء الله يحقق فد طموحاتنا وطموحات جمهورنا العراقي، ونتمنى يا ربي انه يكون الاهتمام جيد بهذا المنتخب، ولان يمتلك عناصر مهمه وعناصر يعني اعتقد راح تكون لها كلمه في الوقت القريب ان شاء الله. قبل التاهل وقبل ان نبارك للفريق الشبابي، مبارك للجمهور العراقي اللي بصراحه شرف الكره العراقيه بتواجده بالملعب، ودعوة الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بأن ينظر للعراق نظرة أبوية كروية، لأن العراق يستحق. ماكو أعتقد بطولة شبابية على مستوى الشباب يحضرها هكذا جمهور. أول شيء نبارك للشعب العراقي على المنتخب الشباب، كان أداء ممتاز في هذه البطولة غرب آسيا، وان شاء الله القادم افضل للشباب قيادة الكابتن عماد محمد، ونتمنى المنتخب الوطني في هذه البطولة في قطر مال غرب اسيا ان شاء الله يعني شلون بنقول يصالح الجمهور، ونتمنى يجيب لنا البطولة ان شاء الله. هذا واشادت الاوساط الرياضية في محافظة الديوانية بالتنظيم المميز لبطولة غرب اسيا والحضور الجماهيري الكبير الذي فاق التوقعات. تمام، يعني بطولات غرب اسيا حقيقه هي للشباب، حتى وان كانت للشباب يعني شوف جمهورنا، يعني مباراه الاخيره 58 الف متفرج، وهي بطوله للشباب مو على مستوى المتقدمين. يعني يا ريت نتمنى انه من الاتحاد الدولي انه ينظر لهذه الجماهير،
يا رب ان شاء الله يساعد في رفع الحظر عن العراق وترجع المباراه الدوليه لمنتخبنا الوطني على قديم ملاعبنا سواء في البصره او بغداد او في اربيل. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. بطوله غرب اسيا افرحتنا كثيرا، ليش؟ لاول مره منتخب شباب عراقي اعمار صحيحه، وهو هذا الصحيح لرفد المنتخب الاول في طاقات شابه واعد. احنا لحد الان من طلع يونس محمود لحد الان ما عندنا مهاجم صريح حقيقه، يعني ليش؟ سبب التزوير دمره واعمار المدربين اعمار منتخبات الشباب في التزوير، لانه راح يجي اكسباير يصعد المنتخب الاول عمره يوصل 30 32 ما عنده عطاء. هسه هذا اعمارهم كلها صحيحه، فمن يوصل المنتخب الاول راح يقدم عطاء ويقدم. واكبر دليل على هاري كين مال مهاجم توتنهام لعب يونس محمود في دورات اثينا، وشوفوا هسه هداف الدوري الانجليزي، ليش؟ اعمار صحيحه، كل منتخبات العالم تشتغل صحيح، وذلك رفض المنتخب الاول. مبادره جيده من اتحاد كره القدم على راسهم الاستاذ عدنان الدرجال، والف مبروك لاتحاد كره القدم والف مبروك لعماد محمد على هذا المنتخب الرائع جدا، واتمنى الموفقيه. اغلب فرقنا يعني على مستوى الشباب والناشئين والاشبال والاولمبي يحققون نتائج ممتازه، وهذا طبعا هو القاعده الاساسيه لاعداد المنتخب الوطني الاول. لو لاحظ يعني البطولات السابقه اغلب اللاعبين الشباب هم قدروا يعني من 77 من زمن حسين سعيد من فاز ببطوله اسيا عام 77 في طهران، شوف نفس الشباب ذول قدروا ان يكملون ويمثلون منتخب الوطني. كذلك بقيه البطولات الاخرى على مستوى المنتخب الاولمبي عام 2004 اولمبياد اثينا قدر يحقق المركز الرابع على مستوى العالم، وبالتالي نفس هاي التشكيله قدرت ان تحقق بطوله اسيا 2007. وفي الطرف المقابل يبحث منتخب شباب لبنان عن مباغتة ليوث الرافدين وخطف لقب بطولة غرب آسيا. المزيد مع أنور صباح. بدأت بتجمع قليل من بلاد المقدس حتى انطوت نسختها الأولى بأجمل الذكريات، وهي الثانية منها تقترب من النهاية، عسى أن تكون مثل سابقتها. أرض الرافدين هي المسرح الجديد لبطولة غرب آسيا للشباب، 9 منتخبات قسمت إلى مجموعتين تتبارى على لقبها ببصرة الخير وأربيل الشموخ التي استقبلت المجموعة الثانية، ضمت 4 منتخبات هي لبنان وسوريا والإمارات والأردن. انطلقت المنافسة بينهم للوصول إلى هرمها بغية ملاقاة بطل الأولى. بدأت بين منتخبي لبنان وسوريا المشاركان بها لأول مرة ليترجمها اللبنانيين فوزا لهم، تهيأوا بعدها للمواجهة الأخرى وهذه المرة أمام الإمارات. لم يحالفهم الحظ بجني نقاطها كاملة ليكتفوا بالتعادل. رفع الهمم وترتيب الأوراق من جديد في المناظرة الحاسمة كان ضمن حساباتهم، أملا بالخروج بنتيجة ترضيهم أمام النشامى متصدر الجولة الثانية، حتى اجتهد علي الفضل وأهدى للبنان صدارة مجموعتها ونالوا المراد. وتبينت ملامح المجموعتين بعد غمار المنافسات ليكون منتخبنا الوطني بطل الأولى ولبنان متصدر الثانية، ولا تقبل القسمة على 2. هذا ما يحدده نهاء البطولة، فلمن ستكون؟ لليوث الرافدين على التوالي أم لأبناء شجرة الأرز لأول مرة؟ العراقية الرياضية. أكد مدرب لبنان حسن حسون أنه درس نقاط الضعف والقوة لمنتخبنا الوطني للشباب، مبينا أن تواجد الجماهير يمكن أن يشكل عامل ضغط على المنتخبين. طبعا إحنا للبطولة كلها كنا عم نستعد لها بلبنان، صرنا شهرين عم نستعد، عم نلعب مباريات ودية ودولية، لعبنا ضد منتخب سوريا وهلأ المباريات النهائية لها استعداد خاص. عم ندرس نقاط القوة للمنافس ودرسناها، وبدنا نشوف كيف فينا ان نخترق الثغرات اللي عنده لنقدر نحقق الهدف وان شاء الله الفوز ونجيب الكاس للبنان. هلا بطبيعه الحال طرد عندنا لاعبين كريم فاضل وزياد، بس ان شاء الله الباقيين بعوضوهم، ونحن 23 واحد هن لاعب واحد عندنا، يعني بالهمه وبالروح وبالعزيمه وبالاصرار ان شاء الله ما بنحس بالنقص، عشان كل اللاعبين ناويين وحاطين مجهودهم وتركيزهم انه نحقق شيء باذن تعالى. هلا رح بلش من الاخر من السؤال. الحضور الجماهيري سلاح ذو حدين، يمكن يضغط علينا بس يمكن يعامل ضغط على العراق حسب مجرى المباراه.
ان شاء الله نحن بدنا نحاول نستفيد فيه للضغط الجماهيري ليصير لصالحنا هو بطريقه لعبنا اللي بنفرضها على العراق باذن تعالى. هلا المشاعر عم تحكي مشاعر فرديه ومشاعر كمنتخب حتى مشاعر وطنيه. نحن لاول مره بتاريخ الكره اللبنانيه منتخب بالفئات العمريه بيوصل لنهائي على مستوى اسيا او نهائي قاريه، هذا شيء كثير ايجابي لنا، بيعطي دافع وحافز للعقليه تتغير عند المنتخبات انه نحن مش بس جايين نشارك، نحن لا جايين ننافس وان شاء الله جايين ناخذ البطوله باذنه تعالى. بعيداً عن بطولة غرب آسيا للشباب وإلى كأس العرب في قطر، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره العماني في افتتاح مشوار المنتخبين في المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة. منتخب عمان افتتح التسجيل عبر اللاعب صلاح اليحيائي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، فيما أحرز حسن عبد الكريم في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع هدف التعادل للعراق من ركلة جزاء أيضا. مشاهدينا الكرام، للحديث عن بطولة كأس العرب في قطر والأجواء حاليا هناك، ينضم معنا عبر سكايب مراسل العراقية الرياضية عماد الركابي. مرحبا بك عماد إذا كنت تسمعني. نعم مساء الخير زميلي أحمد، تحية طيبة لك ولكل زملائنا في استوديوهات الرياضية. بداية عماد، كيف كانت الأجواء المنتخب بعد التعادل أمام منتخب عمان وما هي ردود أفعال الجماهير؟ نعم أحمد، يعني بشكل عام المباراة يعني مساء أمس كان المنتخب يعني مسيطر في الشوط الأول والكل كان يتوقع بأن المنتخب سيخرج على الأقل في نعم. هذا الشوط بهدف، لكن شاءت الأقدار بأن يتم إضاعة أكثر من فرصة وبالتالي منتخبنا خرج متعادلا في الشوط الأول. أما في الشوط يعني حتى بين الشوطين بين الاستراحة الجمهور كان متفائل جدا بأن النقاط الثلاث ستكون من صالح الأسود في بداية المشوار العربي، لكن في الشوط الثاني حدثت أمور ومنحيات كثيرة يعني أدت إلى فقدان اللاعب ياسر قاسم وبعدها انقلبت المباراة رأسا على عقب، وبالتالي كان هناك ضغط كبير من جانب المنتخب العماني على سود الرافدين. يعني ركلة الجزاء وأيضا ما حدث بها، يعني أنا أتحدث أنه أمور كثيرة حدثت في المباراة، أمور دراماتيكية يعني فقد من خلالها منتخبنا الوطني نقاط الانتصار وكاد أن يخسر حتى نقطة التعادل. الجمهور بشكل عام راضي عن أداء الشوط الأول، لكن ما حدث في الشوط الثاني كان أمر مخجل ومحزن بالنسبة لي وبالتحديد عندما دخل المدرب بتروفيتش للملعب، رغم انه هو اعتذر عن هذا الامر في المؤتمر الصحفي وايضا اعتذر امام اللاعبين، لكن اعتقد بان ما حدث هو امر سلبي جدا يؤكد مدى الضغط الكبير على الجهاز الفني. وايضا معلومه احمد، قد تكون هناك عقوبه على المدرب، يعني ليله امس انا حاولت ان اتصل باكثر من مصدر أكد لي أنه من الممكن جدا أن تكون هناك عقوبة مالية على بيتروفيتش بسبب دخوله للملعب وتركه للمنطقة الفنية. طيب عماد، أنت يعني بحكم قربك على الجهاز الفني واللاعبين، أريد نعرف أنه ردود أفعال اللاعبين بعد المباراة ومدى رضاهم على هذه النتيجة. نعم، اللاعبين يعني بشكل عام أحمد عندما تفقد المباراة تخرج المباراة من يدك ويكون هناك طرد ونقص عددي وأيضا شد داخل الملعب، فالتعادل والخروج بالتعادل بالدقائق الأخيرة يعني هذا أمر إيجابي، شيء من لا شيء، يعني
أن 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 تأخذ نقطة بيدك خيرا من أن تخرج صفر النقاط، وبالتالي أمورك تصعب، تصير ثلاث نقاط، وأيضا قطر أمس تغلبت على البحرين وبالتالي حظوظك تتقلص. لكن مع التعادل يعني حظوظ المنتخب الوطني ما زالت قائمة. لدينا مباراة مع المنتخب البحريني بعد غد يوم الجمعة إن شاء الله في استاد الثمامة في مدينة الوكرة عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت العاصمة العراقية الحبيبة بغداد. نتمنى إن شاء الله بأن يحقق أسود الرافدين الانتصار في هذه المباراة من أجل ضمان الوصول إلى المرحلة الثانية بنسبة كبيرة. أحمد، هذه البطولة بطولة صراحة تنظيمها عالي جدا، بطولة تحت لواء الفيفا، وبالتالي هي مشابهة بالتنظيم لبطولة كأس العالم. يعني هناك أمور كثيرة في الملعب وخارج الملعب وغيرها من التنظيم، من العمل ومن القوانين، يعني هي تعمل بشكل احترافي، وبالتالي هي شيء إيجابي بالنسبة لمنتخبنا الوطني والمشاركة في هذه البطولة، خصوصا هناك أكثر من نصف الفريق هم لاعبين شباب تم استدعائهم من قبل المدرب بيتروفيتش. كنت معنا مراسل العراقية الرياضية عماد الركابي من الدوحة، شكرا لك. صرح مدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش عن سبب دخوله لأرضية الملعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب عمان في بطولة كأس العرب، وقال بيتروفيتش أن تصرفه غير جيد ولا يريد أن يبرر الأمر، وهو سعيد لنجاح اللاعب حسن عبد الكريم بتسديد ركلة الجزاء، وأضاف أنه يريد أن يقول لأيمن حسين أنه آسف وليس لديه شيء شخصي معه، لكن ما فعله هو لمصلحتي. وعاود بيتروفيتش مرة أخرى في المؤتمر الصحفي إلى الإشارة لضرورة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، موضحا أن العراق يستحق السعادة وكرة القدم هي الحياة في العراق. أكد لاعبو المنتخب الوطني أن الفريق قدم مباراة جيدا في افتتاح مشواره بكأس العرب، لكن حالة الطرد أثرت عليهم في الشوط الثاني. نتابع المباراة الأولى دائما تكون صعبة، قدرنا أنه ناخذ نقطة، تعرف أنه كان عندنا طرد، أغلبية اللاعبين لاعبين شباب، ما قدرنا أنه نستمر بمستوى الشوط الأول. نتمنى أن المباراة القادمة تكون أفضل، نريد نحقق 3 نقاط في المباراة القادمة إن شاء الله، أنه الأخوان اللاعبين والكادر التدريبي عازمين حقق فتير ذا تطلعات جماهيرنا، على جماهيرنا الوقوف معنا في هذه البطولة، دعم لإخوانهم وأولادهم للاعبين الشباب. نتمنى يكون الدعم من الجميع، من الإعلام، من الجماهير لدعم هؤلاء اللاعبين اللي هم مستقبل الكرة العراقية. صراحة قدمنا مباراة طيبة، حققنا بالشوط الأول أداء طيب يليق بسمعة الكرة العراقية، يليق بينا احنا كلاعبين، الحمد لله والشكر. صراحة الشوط الثاني يعني بعد الطرد صار دروب بالفريق، إن شاء يعني قدمنا يعني نتيجة إيجابية، قدرنا نحصل نقطة، إن شاء الله عندنا مباريات قادمة بها التعويض إن شاء الله. أداء كان ممكن نحقق النقاط الثلاثة مع فريق جيد جدا، فريقنا قدم مباراة رجولية، مباراة قتالية وفق اللي موجود، أنه أغلب اللاعبين الشباب، الكادر التدريبي أنطى فرصة للاعبين الشباب هواي، أدوا اللي عليهم الحمد لله، كمنتخب أدينا اللي علينا، كانت الأهداف من ركلات جزاء وهي كرة القدم. نتمنى أنه ننسى مباراة عمان، نركز على مباراة البحرين حتى نحقق العلامة الكاملة اللي ممكن أنه تأهلنا إلى الدورة. عبرت الأوساط الرياضية عن أسفها لنتيجة التعادل أمام عمان في كأس العرب، مطالبين الكادر التدريبي بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة. أعتقد منتخبنا اليوم قدم شوط رائع، كان هو الأفضل،
وكان المفروض أن يخرج فائزا في شوط المباراة الثاني، لكننا لم نكن محظوظين. في شوط المباراة الثاني اختلفت المعادلة، اللياقة البدنية خانت لاعبينا، ضاع الوسط من لاعبينا، والطرد أيضا أثر على فريقنا، وبالتالي ركلة جزاء كانت يعني عكس سير الأوضاع، ونقطة أفضل من لا شيء. يعني شخصيا أعتقد هي خسارة وليس تعادل، باعتبار المباراة يعني كنا الأقرب لها لا سيما في الشوط الأول، لكن مع أسف شديد بعد طرد ياسر قاسم ذهبت المباراة، وفريقنا مع منتخبنا مع أسف شديد لم يكن بالمستوى المطلوب اللي كنا نتمناه. يعني تشجيع شجعنا، دعم دعمناهم، وكافة السبل اللي توفرت لهم. مع أسف شديد هذا المنتخب العراقي أصبح محطة لبعض المنتخبات، مباراة مباراة البحرين مباراة أيضا ليست بالسهولة، وكذلك مباراة قطر مباراة صعبة، وبالتالي أعتقد منتخبنا الوطني ربما تضاءلت فرصه بالعبور المرحلة الأولى. على السيد بيتروفيتش أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد، وأن يشاهد ياسر قاسم بماذا ظهر اليوم، بظهره بمستوى لا يستحق ارتداء فانيلة المنتخب الوطني. رجل بلغ من العمر عتية وانتهى الموضوع، صار له سنتين قاعد، تجي تلعب أساسي وتزجه في مباراة افتتاح بطولة، والافتتاح البطولة تعد من أصعب المباريات في تاريخ البطولات. بالتالي اليوم شاهدنا خط منتصف المنتخب العراقي بطيء جدا، لم يصلح يعني استيعاب الكره او يصلح كره للمهاجمين، بالتالي المهاجمين افتقدوا الى خط المنتصف لارسال الكرات، وايضا الاجنحه كانت ضعيفه جدا. المباراه القادمه اتمنى انه الكادر التدريبي يصح وضعه ويزج بلاعبين جيدين يتمكنون من اخراج الفوز. المباراه بشكل عام كانت متوسطه المستوى، احنا كنا نتوقع انها تكون افضل فنيا وتكتيكيا، خاصه ان المنتخبين عندهم لاعبين شباب ويتميزوا بالحيويه، ولكن ما شفنا مستوى كثير. يمكن أول مباراة لازم تكون كذا. الشوط الأول كان المنتخب العراقي جدا ممتاز، ما استغل الفرص اللي أتيحت له. المنتخب العماني دخل الشوط الأول بدون تركيز، المنتخب العراقي الشوط الأول وصل أكثر، يمكن 4-5 كرات كانت خطيرة. هذا وانتقد اللاعب الدولي السابق حمزة هادي حملة التسقيط التي يتعرض لها لاعب منتخبنا الوطني أيمن حسين. جاء ذلك خلال برنامج وقت إضافي الذي يعرض على شاشة العراقية الرياضية. متفاجئ يعني من الهجمة الغير إنسانية نعتبرها ضد أيمن حسين، وأنا أعتبرها هجمة يعني متعمدة، لأن كثير من المنشورات وكثير من اللي شفناها بالموقع السوشيال ميديا كثير يعني هجموا على أيمن وحاولوا بشتى الطرق أن يسقطون أيمن، ما باعتبار يعني أيمن لم يقدم المستوى أو لم يظهر بالمستوى الحقيقي. لكن أنا أتكلم عكس هذا، بالعكس أيمن وجد نفسه في السنة الماضية قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة، أيمن من راح للاحتراف كان يعني ما ظهر بالصورة أو ما أخذ فرصته الكاملة بالاعتراف حتى يبرهن على مستواه الحقيقي.